افهم شو اللي طلع عينك اللي طلع المرحمي منيح اللي جبتي خير رجعوا شايفيني شو بدهم؟ بدهم يشوفوا بديع. يل عندنا يا ربي انه بديع بالنظارة يا الله عيونك في وحده بتشمت في جوزها انه محبوس عشنا وشفنا هلا قالي لي شو اللون قاعدين بالدكان عم يستنوا خليهم يجوا اكل ما راح ياكلونا واللي بدهم اياه بايدي امينه مزبوط مزبوط مرت عمي حكم لك انا وينك راح ابعث لك معهم ابو منال احسن اذا بكون في رجال لا ابعتي هاني لانه هو الوحيد اللي طلع رجال بهالمحنه مزبوط مزبوط مرت عمي عم يزق لنا اغراض رايح راجع واكل من الدكان لولا ما عرفنا شو صار بس قال عم تسجليهم انت على الحساب مزبوط مزبوط يا على عيونه وعرضه وطوله الهي ما عندي خبر بكل هالمواضيع معناتها سجليهم على الحساب ايه سجلهم شو عليه وينك رح ابعث لك ابو منال محون احسن لانه هاني بتعرفي اجدى بخاف يزلق له كلمه هيك ولا هيك اي مو عم يجي حتى يزلق بجوز يزلق يعلقنا انه مو ضروري لكم انا رح ابعتهم ما دخلني قالت انه بده يطلع على الاكل